يقول بعض الذين حمل بعض الركاب من جدة يريد بهم إلى مكة من الحجاج اللي جاءوا، امتحن أحياء في الطريق من أجل تناول الطعام، وإذا بهم يخرجون كسر معهم يابسة ويبلونها ويأكلوا على الماء ويكتفون بها، والناس دخلوا للمطعم فقال هذول مساكين ما عندهم، راح يجيب لهم طعام قال لا ما نريد. ماذا كلوا؟ قالوا لنا 30 سنة ونحن ناكل مثل ذا الطعام، لأننا نوفر ما يدخل علينا لنحج من شأن نصل ذا المكان، والآن بعد 30 سنة إن أكلنا شيء غير هذا يأثر علينا، ما عاد نقدر عليه الآن. قد عدت لنا 30 سنة ونحن نجمع ما زاد ونكتفي بالطعام هذا، كل ما زاد نجمعه من شأن الوصول ذا المكان، واليوم بتدخل في بطوننا شيء تعبنا احنا في الموقف، الله قال لك ما نريد مال انا ابو حاجة. ودخلوا وهم بحالهم هذا 30 سنة وهم في شوق إلى بيت ربهم جل جلاله إلى تلك المواطن، وقصروا على أنفسهم واكتفوا بمثل هذا الطعام. وكم وكم لما لقي بعضهم قبل مدة بعض الحجاج، كم بينكم وبين مكة؟ قال مسيرة شهرين. قال هنيئا لكم قريب مكة، دائما تصلون مكة. شهرين قريب؟ قال قريبي، أنا سافرت من بلدي وأنا شاب واليوم شايب، وصلتها وأنا شيخ كبير يعني. قضيت السنين كل هذه وأنا متمشى من بلد إلى بلد حتى أصل لهذه البلاد. قال يعني وأنا شاب خرجت من البلاد، شوف أنا قلنا شيب قدامك؟ قال ذا العمر كله قضيته في السعي للوصول لذا المكان. أنتم على شهرين تصلون؟ وكان من الذين يصلون على شهرين في أوقات قريبة. حج بعضهم من حضرموت من تريم طلعوا إلى الحج، هذا 30 حجة، هذا 20 حجة، هذا 25، هذا 45 حجة، على إيش؟ على الرجول، شهرين ذهاب وشهرين رجول، انتوت كلها، بقعد 3 ساعات 4 ساعات، ساعتين ساعتين إلا 5 دقائق، ساعتين إلا 10 دقائق، يصلون إلى جدة من حضرموت. ومع ذلك ربما شكوا وربما شكوا، ربما ما عرفوا قدر البيت، وربما وصلوا إلى هناك وتركوا بيت الله تشوفوا بيوت الخلق. مش ذا القلوب اللي اعتلت، مش ذا المسار اللي اختل في العباد. يا أيها العباد ما خلف فيكم داعيكم إلى مولاكم الهاد، لا يبدل به بديل ولا يكون له نظير ولا مثيل، فلا ينبغي أن يباع بشيء ولا بالدنيا بما فيها من أول عهدها إلى آخرها ونهايتها.